على باب الحاره مستني الاوامر يا معلم. خليهم يستنوا ساعه كمان لحد ما الحركه تهدى تحت شويه. معلم بقوله فين؟ قاعد مستني ورديه التكاتك بتاعه بالليل عشان احاسبهم زي ما اتفقتوا. خليه يستنى وبلغ العيال بتوع التكاتك يتاخروا في الورديه على قد ما يقدروا لحد ما نشوف هنتصرف ازاي في اللي اتفقنا عليه. اوامرك يا معلم. بعد كده بقى تحب نسحبه ونجيبه لحد هنا؟ لا انا عايزها تحصل في نص الحاره عشان اللي ليه نصيب يتفرج عليه ويبلغ اهل الحاره كلها ويعرفوا ان مش المعلم غريب الجوكر اللي يتثبت ولا يتلعب بيه. وايه بس لفلفه السرعه في البيعه دي؟ ما كنا صبرنا شويه. مش انا يا حبيبتي، الاستاذ نبيل راجع المحامي عايز يخلص من عيب توزيع التركه دي باي شكل، لدرجه ان هو اللي جاب المشتري بيقول ما فضلتش المستفيدين غير انا وانت. ايوه بس يعني الموضوع ده ما كانش على بالي ابدا. وليه لا؟ ما دام جيت مصر يبقى خير البر عاجله وهنخلص. نبيل مسبب صداع بالموضوع ده. خلاص يا سيدي اللي تشوف. طب يعني اخلي نبيل يحدد ميعاد مع الراجل انت زي ما تحب. بكره بالليل كويس؟ اوكي. طيب استاذن انا بقى عشان اسيبك تستريح. طيب هشوفك بكره امتى؟ من الفجر اول ما تفتح عينيك. يعني انت ما عندكش اي مواعيد بكره؟ ولو عندي انت كل اللي عليك انك تدعك الفلوس، هتلاقيني بقول لك شبيك لبيك يا عبدك وملكي دي. الله وحشني قوي كلامك الحلو. كل ايامنا بعد كده احلى واحلى ان شاء الله. تسمحي لي؟ تسمح لك يا انت من اهل الخير. والمي اسمي دريمز. يا علي ايه الاخبار؟ كله تمام؟ طيب الحمد لله. يا ابني انت مالك بقيت رزيل كده؟ هدفع لك ثمن العشاء. يا بقى يا عنتانة انت فيك عرق يهودي ولا ايه؟ بقول لك ما تنامش بدري عشان انا عايز اقعد ادردش معاك شويه. يلا مع السلامة. ناقص مين تاني؟ نشوف غريب باب البرك ده اخرته ايه؟ جودري. ايوه يا معلم بقول. هما السواقين متعودين يتأخروا كده كل ليلة؟ والله ما باخدش بالي يعني. تحب اتصل على موبايلاتهم؟ يبقى عملت طيب وغير الحجر ده بسرعه. انا يا معلم خد كراستي دي على اخر حجر عشان اشربه بمزاج قبل ما اروح. حاضر. على فكره يا معلم ده تاني واحد بتصل بيه وتليفونه مقفول. ليلتهم سودا. يجوا هما بس ونوريهم الفرق بيني وبين الكروديا اللي كان مشغلهم قبل مني. روح غير الحجر بسرعه. حاضر يا معلم. ايوه يا سي عبد البديع انت فين يا اخويا؟ طيب طيب اصل انا كمان بحاول اكلمه ما بيردش عليا موبايله مقفول مش عارفه انا متوغوشه قلبي واكلني عليه وعندي زغده كده في صدري مش عارفه جايني منين. وحياه ولادك وحياه اغلى شيء عندك عشان خاطري لو عرفت حاجه ابقى كلمني انا صاحيه مش هنام. مع السلامة. طيب حاضر مش هقلق. مع السلامة. مش كنت تشرب الحجر ده جوه يا معلمي؟ عربية الأتاري من الصبح ما همدتش. هما أنا يا جدر مظبطين ساعاتهم عليا. ما تعتلش هم أنت وادخل اعمل لي كوباية قهوة دبلة عشان أصحصح. مش عارف دماغي تقيلة ليه كده يمكن عشان ما نمتش كويس امبارح. عناية. عناية يا معلمي. جودري. ايوه يا معلمي. ايوه يا معلم. العيال اللي جايه هناك دي مش ولاد ابو حجر اللي مسمين نفسهم عفريت الشرابيه؟ الظاهر هم يا معلمي. وده ايه اللي جابهم الحاره في وقت متاخر زي ده؟
علمي علمك يا معلمي، تحب اندهلك اللي جاتلك بلع الامه؟ لا يا عم، واحنا مالنا؟ هما في حالهم واحنا في حالنا، بس خليك انت قريب مني. عناية يا معلمي. نزل رجليك يا روح امك. لا مؤاخذة، انت بتكلمني انا يا زميل؟ امال بكلم امي؟ ولما واحد زي حالاتي كده ملو هدومه يكلمك، اول هام تقف، وتاني هام تنزل رجليك اللي تستاهل قطعها وتقف انتباه وتحيي العالم يا جعر. اوبا، دي دخلت صدري جامده قوي يا زميل. ما تقول يا ميسا يا معلم وتقعد كده بالهداوه تاخد واجبك ونشوف طلباتك. مين قال لك يا روح امك ان احنا بنقعد مع رجاله عرر زيك يا عره الرجاله؟ مقبوله منك يا زميل، واضح ان مزاجك عالي، والمزاج العالي ولاد البلد اللي زيي يقدروه ويعملوه الف احترام. في حاجه يا معلم بقوله؟ لا يا زميل، الرجاله بس جايه ضيوف علينا ولهم واجب الضيافه على راسنا. قلت لك قبل كده لما يوصلوا سيادك تقف انتباه وتحيي العالم. تحية مقبولة يا زميل، ومن عندي اسمعك النشيد اللي انت عاوزه. مش قلت لكم يا رجاله الحاره دي ما فيهاش راجل؟ احنا غلطنا ان احنا ما جبناش طرحه للدغوف عشان نغطيه بيها. عايز حاجه يا معلم بقوله؟ معلم؟ يقول مين معلم ده؟ يقول لك انت؟ المعلمه لمت ولا ايه؟ اتحرك يا جحش، ثبت الحمار ده. يلا يا وحيات امي لو وريت مين فينا المعلم. قول لي يا انت دخلت الجيش ولا شفته فيديو عشان نعرف نتعامل مع بعضينا ازاي؟ الله الله يا معلمين، ما بالراحه على الراجل شويه. بقول لك ايه يا معلم غريب، خليك بره المشوار ده وموقف. ايه اعمل جزاه سعيد. الله 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 الله، كان الموضوع بقاش فايق يا جدعان يا معلمين، ولا عشان لوحدي؟ يا ننوس عين امه، صدق صيبت علي. والله صيبت علي. قلبوه قلب مين يا اب منك لو اللي هيعرف حاجين كارش. ليش يا صاحبي اصل صوتي رايح ولا قدري؟ هات لي انسولي يلا عشان ارجع حبال الصوتيه. الواحد مش عارف ينام ليل على بعضيها. امتى تنزعوا؟ على عيني يا معلم. اجيب لك ابره وفتله ولا معلقه بن؟ انت اللي جبت روحك يا بقت كده يا زميل، ده انت طلعت واطي. ودي بقى حيه واجب واحترام المعلم غريب عشان ما تبوقش فيه تاني، وتحترمه وتحترم اهل حتتك اللي انت عامل عليهم ذكر. يا ذكر قلعوه بسرعه يا فرج. اوعى يا اللي انا ابوكم ولا اتكلم. يلا يا فرج. ماشي جدع يا فتشوا تاني. هات ايه يا معلم غريب؟ بص كده وشوف الورق ده اللي ضاع منك. كده بقى بنت لبيتها يا زميل، بس لابوكوا طلع على الشونه. انا مش اهبل ولا غشيم زي الغشيم اللي جايبكوا عشان اشيل ورق مهم زي ده في جيبي. طب ومال؟ نكتب ورق تاني عشان تبقى وصلات امانه قدام وصلات امانه، بس المره ده تتكتب الدبل عشان تتربى. ورق وقلم ياض. مش قبل ما اسيب لك تذكره يا زميل. يا حرامي انت تعالى غريب. المعلم غريب بيموت. المعلم غريب بيموت. موجود لينا الشغل يا لهوي يا ابني. انا مش كده يا خرابي. خير؟ ايه اللي حصل؟ غريب اخونا، انا جوه اوضه العمليات متصاب في خناقه. خليك بس جنبها لغايه ما اروح لغايه القسم اشوف اعمل ايه في الواد اللي ضربه ده. طب ما تخليك انت جنبها وانا اروح اشوفه. عندي حساب تاني مع الواد ده. خليك بس. نبيل معاك لو عايزنا اي حاجه يطمني. ان شاء الله هيعدي على خير. انا هروح اسكن. Thank you.
متشكر يا فندم، خمس دقايق بالكثير مش هتاخر. خد راحتك. ما تحركش من مكانك لغايه ما ارجع. دلوقتي كمشان في نفسك. تعرف انت عامل زي ايه دلوقتي؟ زي الكتكوت المبلول في المساء. حضر نفسك لحبل المشنقه يا حلو، صاحبك بين الحياه والموت، واكثر من 10 شهود شافوك وانت بتضربه وانت عامل انك تقتله، يعني اعدام ان شاء الله. اعدام اعدام، المهم محدش ياكل على قفايا عيش ولبسني الطرحه. ما تبقاش غبي، انت تستفيد بايه انك تعمل قدامي 7 رجاله؟ الله، انا عارف انك انت ميت في جلدك وتترعش قدامها. فتح مخك معايا وانا اطلعك من هذا الشرم العجين وبيتك وسط عيالك لو عندك عيال. ها قلت ايه؟ تحب تبات في بيتكو ولا تقعد هنا مستني امرك؟ انت بتتكلم كده وكده ولا بتشتغلني وبتلعب باعصابي؟ اشتغلك ولا باعصابك ايه يا مغفل؟ تصدق انا غلطان ان انا تعبت نفسي وجيت عشان انقذ واحد زيك غبي يستحق الشنقة. يا عسكري استنى. عسكري ارمي بدك يا جناب الحكم دار، انا تحت امرك. فكرتني بغريب، ربنا يكون بالسلامة. ما علينا، فتح لي ودنك بقى واسمعني كويس ونفذ اللي اقولك عليه بالحرف الواحد. حطوه تحت بوظة 48 ساعة، بس الدكتور طمنا على العملية. هناخدها تتهوى شوية أحسن برضه عشان تعبس. تعال أنا عايزك أنا. متى ايه بس الدموع دي؟ ان شاء الله هنبقى كويس كلها يومين ودموع وضع عاديه وهيبقى تحت رعايتك وتطمني عليه لغايه ما يخرج بالسلامه. مش قادر اصدق احسني في كم مسيس يا عبد المتين كمان. شوف انا كان قلبي حاسس، عيني كانت بترف من الصبح وحاسه ان في حاجه وحشه هتحصل النهارده. ما تقلقيش نفسك على الفاضي، غريب هيبقى زي الفل ان شاء الله. أنا مش قادرة أبص في حاجة ولا في راس ولا في مخ يفكر. دي مخالصة بالدين اللي عند أخوك غريب اللي بقولها، كتبتها له في الاسم النظير إن إحنا نتنازل له عن البحر. يعني هي الورقة دي اللي هتنجي أخويا من الموت؟ لا يا حبيبتي، هتنجيه من السجن. ما مش معنى إن إحنا نسجن بقولها إن الدين اللي عند أخوك يسقط، بالعكس ممكن غريب أخوك يطلع من المستشفى على السجن عدل بوصلات الأمان اللي كاتبها على نفسه. أنا خدت الواد على الحامي واستغليت خوفه ومضيته على المخلصة. أما بقى اللي عمله بقلة في أخوك الغريب ده حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت ست مؤمنة وعارفة ربنا ما بيسيبش. ونعم بالله. ومين عارف، رب ضارة نافعة. جهاز لما تقولي الخبر ده بنفسك لما يتنقل على الأوضة يخف بسرعة ويجري زي الحصان. أنا الله بس يتعلم التجربة دي وريحنا من طيشه. أنا مش عارفة أقول لك إيه، ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك ويقدرني على قد جمالك. عيب يا نار، إحنا في بيننا وبين بعض جمال. أنت بس خليكي جنب غريب اليومين دول لغاية ما تطمن عليه ويخرج لنا بالسلامة. وانت في الظروف دي مش معقول هتقدر تحضري الجمعيه العموميه بتاعت ارض الساحل. وبعدين بقى طيب استنى استنى خلاص انتهينا على محضر الحضور وانا هتصرف ببلغك بالقرارات اللي هنوصل لها انا ورافد بيها. فين يا اخويا؟ هنا. حاجة تانية؟ لا خلاص يا حبيبتي، مفيش حاجة تانية تنبه عليها.
الله، ما اجيب لك مخدة والحف واحكي لك حدوته تقابلنهم احسن. وهو انا سوبر يا عبده عشان ابطل صحي 48 ساعة فيهم سفر رايح جاي وسهر للصبح وتوصيل ناس لحد بيوتها وبعد كده ارجع لك، ولا دي اخرة المعروف؟ من غير ما تلقح. خد اتفضل. اكيد دفعت في العشاء اقل من كده يعني، معاك بزياده. طب وبنزين العربيه لو وصلت بيها طنط ده؟ وحياه ابوك ما تفوق عليا على الصبح. خلاص طالما حلفتني بالغالي. هيا يا عبده الموضوع. شوف بقى، انا نفذت كل الخطوات الخاصه بموضوع الشركه المساهمه ومضيت انهار. انت كنت قلت لي ان عندك مستثمر جاهز يشتري مش كده؟ وانا عندي كلمتي. عايزه امتى؟ من بكره لو ينفع. لو ما كانش الوقت اتاخر كنت جبته لك دلوقتي. ولا اوعى تكون جايب كومبرس مثل عليا دور مستثمر. وده ينفع يا عبده؟ امال مالي ايدك يعني قوي؟ لان من ساعه ما كلمتني بالموضوع وانا بجري وبدور لحد ما جبت الشخص المناسب اللي يكسبك ويكسبني انا كمان عموله محترمه. بصراحه حامي ما يفوتش الهوا. وانا اجيبهم بره يا عبده؟ ما كلها جينات جايه من عندك. ابن حلال ابن حلال. بس خدته وطلعت بيه على الساحل، اتفرج وعاين وعمل تحرياته وتاكد ان الارض تمام التمام، واتكلمت كمان معاه في السعر اللي حددته ووافق بسهوله، لدرجه اني ندمت اني ما رفعتش السعر عشان الفايده تعم على الكل. كده كويس. الطمع ايه اللي ما جمع؟ لما مثل يدعي في الروح المعنويه ويقتل الطموح، وده الفرق بقى بين جيلنا وجيلكم. انتوا تقولوا كده، انما احنا نقول ايه؟ ان عشقت عشق قمر وان سرقت سرق جمل. كفايه انت قوي تقول امثال وحكم. المهم بكره تجيب الراجل وانا هجيب الاوراق من عند النهار ونخلص. طب والقصر وشقه الزمالك؟ نسيبهم لنا دول، هبيعهم شروه واحده وابعت لك فلوسهم تحطهم في الحساب زي كل مره. وما تنساش وصل الامانه هتبعته مع نديم. ها عينيا. حاجه تانية يا عبده؟ لا خلاص اتكل. بقول لك ما تقفلش التليفون وخليك على اتصال عشان الطوارئ. هيحصل. قول يا رب. كده بقى يبقى قطعنا عن الناس الرزله ميه ونور بالشريحه الجديده. طب ويبقى عملتوا ايه بقى اذا كنتوا شلتوا البتاع اللي اسمها الشريحه دي وحطيتوا غيرها؟ استفدتوا ايه دلوقتي؟ للدرجات دي يا لطيفه انت كارهه التكنولوجيا؟ دلوقتي في نمره جديده جوه العده دي محدش يعرفها عشان محدش يعرف يعكسنا عليها. فهمتي؟ ادينا ارتحنا من الصداع. اه حسبي الله ونعم الوكيل في ابن اللذينه ده، هو وامه. اه يا ناري لو طوله كنت ارقشه بسناني. خلاص بقى يا طنط ربنا ينتقم منه بمعرفته. بس استنى، فيها مشكله تانية دلوقتي. ايه يا لطيف؟ افرضي ابوكي ولا اخوكي عايزين يطمنوا عليك، هيعملوا ايه بقى؟ عندهم تليفون البيت، لو جيت على بالهم اصلا هيتصلوا عليه. اه صحيح، ساعات الواحد بيتوه عن باله حاجات كتير قوي. بقول لك ايه يا ماه؟ ايوه طنط. احنا بقى لنا كتير على قعده البيت والزعل والهم ده، وبيني وبينك خايفه اقول لكم تخرجوا تروحوا وترجعوا لي بمصيبه اكبر من اللي فاتت. عشان كده يا ريت تحاولي تقنعي صاحبتك ان انا اخدكم ونروح نصلي ركعتين في السيده نفيسه وركعتين في السيده زينب وركعتين في السيده عائشه، وندعي في كل مقام شويه ان ربنا يفرج الكرب ويشيل الهم من على قلوبنا. قادر يا كريم؟ والله فكره. ايه بتتامروا عليا في ايه؟ كانت بتقول حاجة حلوة قوي يا منى، يا ريت تسمعي منها. أنا كان نفسي أروح الأماكن دي كلها من زمان. خير يا ماما؟ يا ترى إيه الفكرة اللي جت على دماغك وعجبة ماهي قوي كده؟ يعني إيه مش مكمل؟ ورابع يلا. يا أستاذ عبد البديع، أنا لو كتبت على نفسي الشيكات بدون رصيد هدخل السجن وأروح في داهية. وأنت لو سبتني في نص السكة وش في الحيط مش هدخلك السجن وهوديك في 60 داهية. عجبك كده يا أخويا؟ الأستاذ عبد البديع ما يقصدش كده يا أخويا، هو بس بيقول الكلام ده من زعله، واكيد هيعمل خاطر للعشره والايام الحلوه والمره اللي قضيتها في خدمته. وانت كمان غلطان. ايوه غلطان، لما جيت فتحتني في اللي انت بتقوله ده انا مش غلطتك برضو؟ ما هو مش معقول يا اخويا تيجي في نص البحر وترمي المقاديف وتقول المركب هتوصل هتوصل. هنفضل بقى نقول حكم وامثال ان شاء الله كتير. انت هتيجي معايا تنفذ اللي اتفقنا عليه ولا بشرفي أركز كل خبرتي القانونية في خدمة توصيلك ديليفري لأبو زعبل؟ أنا؟ هيروح هيروح، وإحنا نقدر على زعل حضرتك برضو، هو بس خايف شوية، محتاج قرشين زيادة يقوي قلبه ويخلوه يسلط طوله ويسد في مقابلة النهاردة وأي مقابلة تاني بعد كده. لما تقوله كده الحياة كلها عملية ابتزاز عشان تزودوا المصنعية. العفو العفو يا بديع بيه،
لأخلاقنا ولا طبعنا تقول كده. احنا برضو العيش والملح ليهم واجب. هو العيش والملح والواجب تخليكم لما تساعدوني ارجع حقي تلعبوها معايا بالشكل ده؟ معلش انا برضو هعمل باصلي، هزوده 5000. ايه كم؟ انت تخرس خالص ولا كلمه. مفيش كلام بعد قول عبد البديع بيه. 15000 جنيه زي ما قال، وما تفتحش بقك بكلمه. ماشي يا عبد يا بيه. اه يا ولاد الارندلي، ما سمعناش كلمه سعادتك. كلامك ماشي يا وطني بيه، بس هما بقى مش 15000، هما 35000، عشان عليهم 20000 كمان مكافاه نهايه الخدمه بتاعت سعادتك، ده غير اللي هتبقى تقسمه مع اخوك بعدين. لا خلينا نتكلم في مكافاه نهايه الخدمه دي بعدين بعدين، لان انا مش هيجيلي قلب ابدا اسيب حضرتك في المحنه اللي انت فيها دي، غير لما فلوسك وورثك من المرحوم نوح الارندلي يوصلوك على دير الملي. شربوها الاخر بق. دي صور الشيكات اللي دفعت بيها فلوس الشحنه اللي هتقطم ظهرهم في السوق، والملف ده في كل عقود الصفقه وعليها امضاءاته. مبروك. انا صباح الخير. صباح النور. تعالى نديم. قالوا لي انك عايزني. العنوان ده في الصاغه. هتروح تسال على محل الفونس، مش عايزك تعمل حاجه طول النهار غير انك تفضل لازق له وتخليه يكلم ايطاليا كل شويه ان شاء الله حتى من تليفونك، وانا هبقى ادفع لك الفاتوره اخر الشهر. مش هتفرق. ايه المطلوب؟ المطلوب ترجع بخبر يقين عن ميعاد وصول الاكسسوارات من ايطاليا باقصى سرعه. جوز خالتك قاعد على اعصابه فورا. على فكره صاحبك المستثمر بره. طيب شويه وهفضله، خلي السكرتيره بس تجيب له الليمون على مخرج. هيحصل. سلام. ها يا ستي، كنت بتقولي وانا وما كملتيش كلامك. كنت بقول لك انا كمان هقف جنبك لحد ما تحقق اللي اتفقنا عليه. بيزنس از بيزنس. حلو، يسيب العقل الجامد موت ده ويبص على الشكل. تتكلم على مين؟ واحد صاحبنا عاش عمره كله يبص على الستات من بره. ده باباك؟ بسم الله على دماغك. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. بس برضه هو صح، الست في معظم الاوقات عايزه اللي يطمنها على جمالها واناقتها ويديها الثقه بنفسها ويحن عليها، وده ما بقاش موجود في رجاله اليومين دول. مدد يا عبد البديع يا ارندلي مدد. ممكن بس تهدي وما تتعصبيش عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ انا عايز اعرف نتفاهم على ايه. تسيبني في المطعم لوحدي مع ابنك وصاحبته المفعوسه وتسيبني وتمشي بحجه انك رايح تطمن على بنتك وما تكلفش خاطرك مكالمه ب 30 قرش تطمني فيها عليك وعلى بنتك؟ انا غلطانه دولت ومن حقك تزعلي، بس انت ما تعرفيش اللي انا كنت فيه من ساعتها. يعني لولا ان انا كلمتك كنت برضو ما سألتش فيا لغاية لما تفهم اللي انت فيه اللي بتقول عليه ده. انت مالك يا دولت؟ انت بقيت عصبية كده ليه؟ انا مش عارف اتكلم معاكي. المهم كده، ما تنسيت امبارح لما ضحيت بشغلي وبالقضية عشان اسهرك، لظروف الطرق اللي حصلت قدامك دي ما كان زمان قضينا سهرة على خير. يا ربي، وانا هضيع عمري بقى في كنا وكان؟ طب اهدي بس اهدي. انا مش هستريح غير بحاجة واحدة من الاتنين، يا اما تديني 50% من اهتمامك بحقي وحقيق، يا تسيبني هشوف مستقبلي. مستقبلك؟ مستقبلك معايا يا روحي. ايامنا الحلوة اللي جاية، الفلوس والخير اللي جايين انا وانتي، وشهر العسل. شهر العسل اللي باظ بظروف خارجة عن ارادتنا انا وانتي يا روحي. عبد البديع، تخدر ليش اعصابي بكلامك ده؟ انا بقعد اسمعك 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 وفي الاخر بلاقي نفسي بين اربع حيطان لوحدي. يا حبيبتي الحكايه خلاص هانت، مش قادر تستحمليني شويه دول. وايه اللي هانت وشويه دول؟ انا مش فاهمه حاجه. انت عايزه ايه؟ ده قلت لي يريحك. ايه اللي قلت لك عليه؟ تديني 50% من اهتمامك يا عبد البديع. ها دي اسمه الحق. حاضر. وتيجي تتعشى معايا النهارده عندي ضيوف، مش معقوله يجوا ما يلاقوكش موجود. لا ارحميني بقى من مفاجاتك دي. يعني ايه نتعشى سوا؟ انا مش عامل حساب العشاء ده يا دولت. انا عندي ميعاد مع عميل، لو ما رحتلوش ممكن يجرى له حاجه. دي مين دول اللي جايين البيت؟ باكينام هانم، حفيده عبد العزيز باشا رضوان،
زميل جده الأرندلي الكبير في الخاصة الخدوية، وولادها وسام وإسماعيل وجولنار هانم حفيدة إبراهيم باشا لزغلي. حد فيهم جايب جوزه؟ لا للأسف الاثنين أرامل. خلاص يا حبيبتي، انتوا ستات مع بعض وأحفاد ناس من علية القوم مع بعض، خليكم مع بعض سوا. أنا إيه اللي يحشرنا وسطيكم؟ يعني لو حكمت حتى اطلبيني في التليفون وافتح لي سبيكر وانا اعتذر لهم على الهوا كده. يلا باي باي بقى، مع السلامه. ايه ده؟ طيب يا عبد البديع، ما يا رب اللي جوزني الست اللي فاقده الزمن دي يا باي. الو، ايوه الفونس، خلص بقى الحساب والله العظيم انا شكلي هبتدي بدايه. يا عبد البديع باشا، ما تقلقش ما تقلقش خالص، اطمن تماما يا حبيبي. طب ليه بس كده؟ طب تصدق وتأمن بإيه يا مومبي؟ أنا اتصلت بالجماعة بتوعي في روما من الصبح لغاية دلوقتي فوق الخمس مرات. طب اهدى اهدى بس، طب اهدى، طب اسمع، طب خد كلم، خد كلم. متوتر جدا يا مومبي، طمنهم. ألو يا جوز خالتي، لا أنا نديم معاك، الوضع تحت السيطرة ما تقلقش. لا مش هتتعتع غير لما نوصل لنتيجة، ركز انت بس في اللي وراك ما تقلقش. يلا سلام. سلام قفل. بس انا هفضل معاك لغايه ما نوصل لنتيجه. الله يكرمك يا حاج الفونس، دي فلوس ناس. دي لها سلام، دي غريبه يا نهار هانم. الله يسترها معاك، ده انت جميلك على راسي من فوق يا استاذ نبيل. مش عارفه اعمل لك ايه. الهي وانت جاي يخلي لك عيالك وما يسواكش فيهم ولا يحرمك منهم قدر يا كريم. اللهم امين يا رب. حيك علينا. بس يا اخويا ما تتكلمش ولا كلمه، اهدى كده وان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. قابلت الدكتور بره وقال لي كلام زي الفل. عمر الشاي بقى يا معلم غريب. ازيك يا ابني؟ ازيك يا عم؟ مش كل مره برضو بتسلم الجره يا اخويا. والله يا جناب انا مش عارف اقول لك ايه. من ناحيه الهواله هنقول كلام جامد قوي، بس لما تقوم بالسلام، لما تسلمني نفسك تسليم اهالي زي ما بتقول. فرحتي بالاخبار ولا لسه؟ هو انا لحقت يا سي عبد البديع؟ طب قولي له بقى عشان ما احرقش المفاجاه. حاضر. الاستاذ عبد البديع الله يستر دنيا واهله. قوليها تاني. عينيا. الاستاذ عبد البديع الله يسترها معاه دنيا واخره. خلصك من حكايه ايصالات الامانه والكمبيالات اللي انت كنت كاتبها للهباب اللي اسمه بقله ده، ورحمك من تحت ايده. مش بس كده يا غريب، لما تقوم بالسلامه هاخدك تعمل له محضر عدم تعرض، ويبقى راجل بشنبات بقى لو هو ولا حد من رجالته هوي من ناحيتك. الله يكرمك يا جنابه. الله يخليك يا غريب. بونو عايز اعمل المحضر. بخير. انا عايز استفرد بخمسه كده عشان اعرف ازاي براحتي، ما تحرجش منك يعني. استنى في الكافيتيريا اللي تحت عشان عايزك. هي بس ما تشدش عليه قوي، كفايه اللي هو فيه. انا هضرب ولاقي بلعبتي. طيب تأمره بحاجه تانية؟ الامر لله يا اخويا، ربنا يجازيك كل خير ويديك على قد عملك الطيب يا رب. الف شكر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. انت عارف احلى حاجه في اختك النهارده ايه يا غريب؟ لسانها اللي بينقط عسل، ودعواتها اللي تشرح القلب. نام انت واستريح بقى على ما تطمن على النهار. تعالي يا نهار عايزك. حاضر حاضر يا اخويا. ايه يا سعد البديل؟ هو ده يا نهار. انت اصلك بنت حلال يا بنت انت، عشان كده ربنا سخرني ليك اخلص لك مصالحك من غير دوشة الدماغ اللي انت في غنى عنها. الرزق جاي لك من أرض الساحل، مليون جنيه مكسب زيادة. انت تمضي بس وبكرة ان شاء الله المليون هيبقى عندك. يا خبر ابيض، مليون جنيه حتة واحدة؟ ده غير مليون تانية هيوصلك برضه عن طريقي. وانا هعمل ايه بمبلغ كبير بالشكل ده؟ خليهم عندك يا اخويا، انا خايف على روحي من مبلغ زي ده. معقول يا نار تخاف على روحك من 2 مليون؟ امال كنت هتعملي ايه لو 43 مليون كانت فلوس سايله في ايدك؟ انا عندي حاجه اهم ربنا رضاني بيها، حاجه اهم من كنوز الدنيا وفلوسها. ربنا يديمك عليا نعمه وما يحرمنيش منك يا رب.
امضي يا نهار. امضي، ربنا يبارك لك في اللي جايلك. ويبارك لك انت كمان. معلش يا نهار، يا ريتك تقدر انه برجعها دي. انا عن نفسي مش سامع من اللي هيوصلوا بيه. اتفضل يا سي عبد البديع. سي عبد البديع، خلي بالك من نفسك يا نهار، وخلي بالك كمان من غريب. متهيألي خلاص بقى كويس بعد التجربة اللي مر بيها دي. الله، طب ولما انا هخلي بالي من نفسي ومن غريب، مين هيخلي باله مني ويلحق غريب وقت الشدة غيرك؟ ما مقدرش اتخلى عنك يا نهار، أوعدك أي وقت تعوزيني فيها تلاقيني جنبك على طول. يلا أحسن، أنا عندي مواعيد شغل كتير. السلام عليكم. سي عبد، خد بالك من نفسك يا أخويا، ربنا يسلم طريقك. قادر يا كلب. يا عبد البديع مالك؟ نيجي مالك؟ أح كويس، يعني خلص أريحك عشان ورايا حاجات كتير لازم أعملها. كفاية جري في السبب، وقف وخد نفسك، لا تقع في وسط الطريق ما تلاقيش اللي ينجدك. وأنت رحت فين؟ أنا بحاول ألحقك بس أنت بتجري في تراك تاني يا صاحبي، واخد في وشك، لا بتبص يمينك ولا شمالك. لما تعوز تسبق نبيل، ما ينفعش تبص يمين ولا شمال، لازم تركز تبص قدامك على طول. برضه مش عايز تاخد بنصيحتي؟ خلاص هانت يا نبيل، انا في اخر شوط وبقرب الخط النهائي. اقول لك ايه، ربنا يكفيك شر نفسك ويحميك من هواها. وفي ايه النهارده؟ هو يوم الدعاء العالمي ولا؟ بص كده مكتوب على جبيني، ادعوا له ادعوا له. جيبك؟ ايوه. حط والقلم المحترم اللي بيسولك في جيبك تاني؟ متبقاش فاكر ان كله تمام. اه لازم يبقى تمام بعد ما نفذت لك اللي انت عايزه انت واخوك. خلي بالك يا جاي، وقف وقف حسب الاتيكيت، المفروض انك محترم. بونسوار. بونسوار يا هلا. رأفت بيه اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. تحبوا نقعد فين عشان نتكلم؟ اي مكان تختاروه. انا بقول حفاظا على وقت، خلينا هنا على الاقل عشان تستمتعوا ببعض وتكملوا سهرتكم على راحتكم. اوكي اتفضل. يا ميرسي. يا رأفت بيه احنا سامعينك. ايوه شوف يا اشجان هانم. يا نار مالك؟ مفيش حاجه يا اخويا. انا اخوكي برضو. لا في، هقول لك ايه بس يا غريب، سي عبد البديع ايه مال؟ حسيت النهارده بالذات في حاجه متغيره، وانا احساسي ما يكذبش عليا ابدا، زي ما يكون شايل حمل تقيل ومش عارف يخلص منه ازاي. حمل تقيل تعبه، واللي تعبني انا اكتر اني حاسه ان في حاجه تخصني، لكن هي ايه ما اعرفش. يا ست خليها على الله ونعم بالله، ما هو كله على الله. يبقى على بركة الله الأستاذ عبد البديع يجيب الأوراق من عند الأستاذ نبيل راجح المحامي ونخلص بكرة بإذن الله. ها تأمروني بحاجة تانية؟ ما أنا هاجي معاك عشان نلحق نبيل، أخذ من الأوراق رجعها للهادة عشان مفيش حاجة تعطلنا بكرة. إيه يا حبيبتي، عايزة أجيب لك حاجة وأنا جاي بكرة؟ هو الحقيقة أنا عايزك أنت شخصيا. طب استأذن. تستأذن فين؟ هنشوف بس أشجان هانم عايزة إيه وأجي لك على طول. استنى تشوفك. أيوة روحي. أنت مش قلت لي خلاص مفيش وراك أي حاجة تانية غيري أنا، وإنك هتتفرغ لي تماما؟ وأنا يا حبيبتي ورايا مين غيرك؟ هو أنا إيه اللي بعمله دلوقتي؟ مش أنا بجيب لك حقك؟ يا عبد البديع، مين قال لك إن أنا محتاجة الفلوس أكتر منك؟ أنا محتاجة لك أنت. أنا عندي فلوس كتيرة قوي تكفينا وزيادة. يا حبيبتي ما تقوليش كده، الناس تطمع فيكي. الراجل ده لو سمع كده يفطس البيعة. تاني
تاني هتقول لي بيعه؟ طيب ما تعصبيش نفسك، بس كلها 24 ساعه ونخلص. انا بس اجيب لك الفلوس لحد عندي وانت اعملي بيها ما بدالك، ان شاء الله تباع زيها في اشارات المرور. ماليش دعوه، انا كل يهمني انك تعرفي ان انا مهتم قد ايه ان انا ارضيكي. خلاص يا سيدي على قولك، هم 24 ساعه يعدوا بالطول ولا بالعرض، بس بعد كده بقى مش عايزه اسمع سيره الفلوس، مفهوم؟ ومين هيجيب سيرتهم؟ احنا بس نخلص ونمضي العقود وكله هيرتاح.